مرحبا صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. هذا آخر فيديو برمضان، رح نودع رمضان وقرب العيد. مثل ما بتعرفوا كل عام انتم بألف خير. اليوم رح أبلش بتجهيزات العيد، مشتريات العيد. عندي تعزيل وتنظيف، خلصتوا ولا لا؟ انتم اشتغلتوا اكتبوا لي بالتعليقات. انا اليوم قلت لحالي الصبح بحب انه نظف وهيك اعزل تعزيلات العيد واجهز هالامور، وبالليل بحب انزع السوق. فاليوم قلت لحالي لازم اخلص كل وجبات الغسيل مشان شو يجي العيد وما يكون عندي غسيل. فحطيت مثل ما شفتوا غسيل ملون كاشف، وحطيت له كلور ملون، وبحط له كمان مثل ما شفتوا العملاق ريحه المسك، كتير كتير ريحه حلوه، بتعطي للغسيل ريحه بتجنن، عن جد بنصحكم فيها. هلا ببيتي في 3 برندايات، كل غرفة من الغرف في عليه برندا. فأول شيء قلت لحالي لازم ننظف البرندايات، يعني تنظيفة هيك سريعة. فمثل ما شفتوا يعني بقشة وبعدين بكنسة وبعدين ببلش إنه أشطف البرندا، والحمد لله فيه بلوعة. فخلص شطفة سهل بسريع وما أحلى، ونظف الشبابيك. أنا أول مرة بجرب منتجات التنظيف السورية، كتير كتير عجبتني، فعاليتها كتير قوية، بتتقارن مع المنتجات العالمية لأني أنا جربتها بتركيا. بالعكس منتجات قوية وبنفس الوقت ريحتها مو مزعجة، يعني كانت أنا تزعجني تسوي لي سعالي أو هيك. فهلأ لما جربت أكترية المنتجات السورية صدمت صراحة، فخر يعني فخر أنه في هيك منتجات عربية موجودة بالبلد. براهو شو هالشطور عمار؟ أنا بدنا ننظف، كنت بيبي ننظف، صح ماما؟ صح برافو. بدي أنا ننظف، بكت أنا شطور، كنت بيبي عم ننظف، بكت عني برين. لما كنت عم نظف برندة غرفة النوم، هون زوجي كان عم نظف برندة الصالون، اثنيناتهم نفس الحجم. وبتعرفوا تعزيلة العيد في شغل كتير، فحب يساعدني الله يجزيه الخير. هلا اكيد رح تسألوني شو حطيتي بالمي، حطيت سائل جلي وكلور، وحطيت العملاق ريحة العود، هو مثل البخور، كتير كتير ريحته حلوة، انا بستخدمه بكتير شغلات. الجو عنا مشمس كتير حلو، يعني وجبة الغسيل 10 دقائق 15 دقيقة بتنشف وما أحلاها، وفوق كل هذا يعني بتتعرض للشمس، ما بتعرفوا الشمس قديش مفيدة.
انتوا عزلتوا ولا لسه؟ اذا ما عزلتوا شوفوا هذا الفيديو وتحمسوا واشتغلوا معي. انا على فكره بكتير بتحمس لما بشوف هيك فيديوهات تعزيل وبقوم بعزل هيك وبصير نشيطه. انتوا نفس الشيء. هلا هون انا كنست الفرش وبعدين جبت مي وحطيت ملمع جلايه. كتير بتسالوني شو ماركته، ما نو ماركه يا جماعه، انه هو اي ملمع جلايه بيستخدم للجلايات جيبوه، بتلاقوه باي ماركت، يعني اي ماركت في كتير انواع وفي كتير اسماء، بس هو نفس المفعول بستخدمه للسجادات وللكنبيات. كمان تجيني أسئلة عن الدايسون إنه ممكن تعطينا الرابط أو كذا. هلا الرابط اللي أنا اشتريت منه الدايسون ممكن أصلاً راح، عرفتوا إنه كل فترة بينزل روابط جديدة، بس أنت كتبي اسم الدايسون V10، أنا هي اللي عندي، في أحدث منها وحسب هلا يعني هي سعرها بالدولار، هي ما لها دخل وين ما كنتي وين ما عايشة إلى سعر موحد لأنه هي من أمريكا. مثل ما شفتوا غيرت القطعة اللي بتشفط لقطعة المسح وحطيت على الأرض نفسه، قلت لكم عليه العملاق ريحة العود كتير ريحته حلوة، بحط شوي وببلش أمسح بيصير ريحة البيت كتير فظيعة من هذا العود. أول تجربة لإلي للملطف دار الزين، ريحته فظيعة بتعلق بالكنبايات بالبرادي بكتير شغلات. أكيد رح تسألوني منين جبته، بالفيديو السابق قلت لكم منين جبته. تعزيلات العيد كتير طويلة وكتير متعبة وفيها كتير شغل، حبيت شارككم الشغلات المهمة. في شغلات يعني من دون تصوير بسوية عرفتوا علي، فهي الأمور المهمة شاركتكم إياها. حتى آخر شي فصل الموبايل وما بقى يستحمل حاج قال. هلا بعد ما ارتحت شوي وخلصت شغل هون جيت على المطبخ لأسوي الافطار. شفتوا التفريزات قديش بتفيد بهالوقت، كتير بتفيد، يعني انا بحسها
بتساعدنا لما بكون عنا شغل كتيرة، خصوصا أنا الشغل بيكون عندي دبلين بدل الشغل مرة واحدة. في ناس تقولك إنه شو هو الشغل إنه ما عندك شغل خارجي، على فكرة شغل اليوتيوب كأنه واحدة بتشتغل برات البيت، ما تفكروا إنه شغلة سهلة. وكمان ما حكينا عن تدريس الأولاد، وكمان فوقها في عندي بعد الأفطار روح على السوق لأشتري تياب الأولاد، وكتير أكلي هم هي الشغلة لأنه أول مرة رح أشتري تياب للأولاد يعني للعيد بأربيل، يعني هي أول مرة لساعتي جديدة بالبلد، بضل ما بعرف بالأماكن أو المحلات اللي تناسبني أو منيحة لإلي، عرفتوا؟ أنا كتير بعشق الفتوش، بحبه أكتر من التبولة، وعلى فكرة الفتوش اللي بتعمليه بالبيت مو مثل المطاعم، هذا أطيب بكتير. وأهم شغلة بالفتوش لازم ينفرم خشب. أساس الفتوش هو البقلة، ولازم الورقيات نحطها صحيح مثل ما شفتوا، يعني ما نقطعها بالسكينة. حطيت بقلة، نعناع أخضر وبقدونس، وحطينا خس وفجل وبندورة وخيار وبصل أخضر. هلأ التتبيلة أساسا يكون في توم مهروس، سنين توم مهروس مع ملح وسماء وليمون ودبس رمان وزيت زيتون أكيد. وآخر شيء بنحط على وش الخبز المأمر اللي قليته بالقلاية الهوائية، إذا موجود عندكم زيتون شرائح غير شكل. كتير منكم انه مفكر هي القلايه الهوائيه فرن، لا هي مو فرن، قلايه هوائيه وبتوزع الحراره هيك باعتدال، بس اكيد الحراره من تحت بتكون اقل، فدائما اي شيء بدكم تعملوه فيها بدكم تقلبوه على وشين مثل اي قلايه هوائيه. كل القلايات الهوائيه نفس الحاله، بس اما الفرن لا، الفرن بيكون في حراره من فوق وتحت، فهمتوا علي؟ بس هي بتوزع الحراره على كل الجوانب، بس تحت بتكون اقل. حبيتيها؟ وهذا اسفل ليمون. هون جينا على السوق على شارع روناكي، هذا السوق بيكون هناك، ما بعرف شو اسمه للسوق عشان يعني اذلكم 100% عليه. في بسطات وفي محلات كتير كتير بضائع، وكتير في شغلات حلوة مميزة، في بضائع من الصين، والبضائع بتكون من أوروبا كمان، وفي بضائع بتكون من تركيا، يعني هذا اللي لاحظته الموجود هناك. وفي تنوع حلو، يعني بتلاقوا شيء حلو، يعني سمعت الناس عم بتقول إنه ما عم نلاقي شيء حلو، لا هناك في بالسوق حلو وأسعار مرتبة ورخيصة على فكرة، يعني شفت الأسعار مرتبة ورخيصة أنا، فحبيت فرجيكم. و
يعني ودرت بالسوق، بس مشكلة كان زحمة زحمة كتير. بعد الإفطار جدا زحمة، يعني قبل الإفطار أحسن النزلة من بعد الإفطار. كان لازمني شغلات مشان توزيعات العيد واستيكرات للعيد، فجيت على هذا المحل اسمه كردستان جيفت. هلا انا شفته على الانستا، فعن طريق الانستا جيت على هذا المحل، وهو له حساب على الفيسبوك فيكم تفوتوا عليه وتعرفوا موقعه بالضبط باربيل. فكان عنده شغلات بتجنن، وانا عم شارككم فيديوهات قصيره اذا بتحبوا تشوفوها لتوزيعات العيد، رح احط لكم رابطه بالتعليق المثبت، وان شاء الله كمان رح اعمل معكم افكار كتير حلوه. ايوه ده سعره مثل اللي عند شام 16. هذا السوق الثالث اللي بروح عليه. هلا السوق اللي قبله كله كانت البضائع للاطفال، يعني الرجال والنساء كتير قليل البضائع اللي عندهم، فكان لازمني بوط كندره هيك صيفيه مرتبه، لانه انا ما مقرره اشتري ثياب على العيد هاي السنه. قلت لحالي العيد الكبير بشتري، لانه عندي اغراض والحمد لله كله اكتيتهم جداد، بس حبيت هيك اجيب لهم للاولاد هيك لافرحهم. بتعرفوا العيد هو للاطفال اكثر من الكبار. فهون هذا شارع كسندان كان عاملين اوتلت كثيره، فكان في بضائع حلوه والله مرتبه والاسعار كانت مرتبه، وحبيت فرجيكم. هلا احلى شيء هون هذا السوق بشارع كسندان، مو كتير عريض وكتير واسع، فقد ما كان في زحمه ما بتحسوا بزحمه سبحان الله. والاحلى من هيك انه كل محل حاطط قدامه هيك مثل توم جيري او نمر او هيك عشان يرقص الاولاد ويلعبهم لبين ما الاهالي يتسوقوا، فهي الشغله كتير حبيتها. وكان في موديلات حلوه، انتوا قولوا لي رايكم شلون لقيتوا الموديلات حلوه، ولا شلون كيف السوق كان معكم؟ هون جينا لنشتري معروك بالجبنة. أنا كتير بعشق المعروك بالجبنة، مين مثلي اللي مثلي يكتب بالتعليقات. فقلت له زوجي خلينا نجيب معروك ناكله على السحور، كتير بحب إنه على السحور ناكل معروك هيك بالجبنة. وبتعرفوا خلاص قرب رمضان ينتهى، فلازم نودعه. تعالوا نفتح مع بعض الاغراض اللي اشتريتهم ونفرجيكم ثياب العيد. هلا انا ما جبت فساتين لشام، لانه شام السنه الماضيه بالصيف اجا هديه فستان من خالته وفستان من نانتا، جبت لها هذا الحذاء تحت الفساتين سعره 20,000، وما بيصير من دون بيجامات العيد، فجبت بيجامه لعمر للعيد حق 10,000، وبيجامه شام كمان نفس السعر كمان للعيد. اول يوم العيد بحب هيك يكون لابسين بيجامات جديده. شفت هذا الطقم كتير كتير حلو، بنطلون وبلوزه وجاكيت لشام سعره 15,000. جبت هاي البيجامه، بيجامه العيد لإلي ما بصير، سعرها ممكن كان 25,000.
وهذا الطقم كتير كتير حبيته، تنورة طويلة وبلوزة نص كاملة شام جبت لها اياهم. هذا كمان بوط عمر جبته 30,000 على اساس انه ماركة مشان هيك سعره غالي شوي. هذا الطقم عمر للعيد جبته سعره 23,000 حسب لي، والحذاء جبته لإلي ب 30,000 كتير كتير حبيته وكتير مريح يا جماعة. هدول تتذكروا بالفيديو السابق لما رحت على المهرجان قلت لكم جبت قلابية مصرية، هاي هي سعرها 15,000 ذكرى، وجبت معها قلابية لشام سعرها 8,000. أكيد الجرابات ما بنقدر من دونهم، حق الجراب 1,000 ليرة، والكولانات لشام تحت الفساتين سعر الكولون 5,000. بحاول أتذكركم الأسعار 100% لأنه هم يعني بينزلوا بالأسعار. هون زوجي جاب بلوستين خفيفات، بتعرفوا جاي الصيف فلبس الصيف قليل عنا، فقولوا لي رأيكم بالتياب وكيف الأسعار، هل انغدرت فيهم ولا لا؟ بشوفكم فيديو جديد وهلا بقولكم سلام.